أهلا بكم إلى هذا الموجز. بدأت فجر اليوم مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات البرلمانية غدا، حيث توقفت الحملات الدعائية للمرشحين، وجاء ذلك بعد بدء تلك الحملات منذ الأول من نيسان الحالي، حيث يشارك في الانتخابات أكثر من 9000 مرشح سيتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب. هذا وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكتل السياسية من مغبة خرق مدة الصمت الانتخابي، متواعدة باتخاذ عقوبات رادعة بحق أي مرشح أو كيان سياسي يقدم على ارتكاب هذا الخرق. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت مساء أمس أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 91%، مشيرة إلى أنها النسبة الأعلى منذ عام 2003. نسبة التصويت التي وردتنا من خلال مكاتبنا ومن خلال مراكزنا المفتوحة في جميع أنحاء العراق، نسبة التصويت 91% و46%، ونعتقد هذه النسبة أعلى نسبة سجلتها المفوضية منذ تأسيسها لغاية هذا اليوم، باستخدام آليات جديدة وأجهزة تحقق جديدة، رغم ما شكك المشككون وبعض الذين يضعون العصي في العجلات بأن الجهاز سوف يفشل وأن المفوضية غير قادرة على إدخال أتمتة الانتخابات وسوف تكون هناك مشاكل بخلال استخدام هذه الأجهزة، لكن المفوضية وبسواعد أبنائها اللي احنا شكرناها وشكرها السيد رئيس مجلس المفوضين اليوم أثبتت للعالم أنها قادرة على تغيير وإنجاز المستحيل وإنجاح عمل المفوضية. أمنيا استشهد وصيب 48 شخصا بتفجير انتحاري وقع مساء أمس قرب مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء خانقين شمال شرقي بعقوبة. مصدر أمني ذكر أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا تسلل إلى تجمع جماهيري نظمه فرع الاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين لمناسبة ظهور الرئيس جلال طالباني، وهو يدلي بصوته في أحد المراكز الانتخابية في ألمانيا. أفجر الانتحاري نفسه، ما أسفر عن استشهاد 18 من المحتفلين، إصابة 30 آخرين. وسع الجيش السوري عملياته العسكرية في عدد من المحافظات وخصوصا في الغوطة الشرقية وريفي اللاذقية وحلب. الجيش السوري سيطر على سلسلة قمم تشالاما الجبلية المطلة على قرية السمرة في ريف اللاذقية بعد سيطرة قواته البحرية على الساحل الغربي، وحقق تقدما على التلال المحيطة بجبل النسر جنوب بلدة كسب الحدودية. الجيش السوري وسع نطاق عملياته العسكرية في كل من المليحة وجوبر في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من قتل أعداد كبيرة من المسلحين. وفي حلب بسط الجيش سيطرته على كامل المنطقة الصناعية في الراموسة، وتقدم في حي العامرية. كشف مصدر مطلع عن زيارة قام بها عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران في إطار التعاون القائم بين إيران والوكالة. المصدر أضاف أن عددا من مفتشي الوكالة الدولية زاروا طهران والتقوا بعض المسؤولين من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أجرى البحث في آخر تطورات مباحثات الملف النووي الإيراني. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن أحكام الإعدام التي صدرت في مصر لم تصدر عن محكمة تحترم القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، في وقت دعت واشنطن إلى إلغاء هذه الأحكام. إلى ذلك شهدت تركيا تظاهرات في عدد من المدن احتجاجا على أحكام الإعدام، وطالبت السلطات المصرية بسحبها، وحمل المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة المصرية وأغلقوا الشوارع في اسطنبول. وفي الخبر الأخير، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن إرسال السلاح إلى أوكرانيا لن يغير شيئا في المعادلة، مضيفا أن بلاده ماضية بفرض العقوبات على روسيا. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف كان أعلن أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده لن تبقى دون رد، قال أنه سيكون مؤلما بالنسبة لواشنطن، واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بالسعي إلى تفاقم الأزمة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.